ملكة جمال إسرائيل تثير الجدل بعد تجولها في شوارع نيويورك حاملة لافتة كتب عليها: أنا أخدم في الجيش الإسرائيلي، يمكنكم طرح أي سؤال تريدونه. نوا كودفا وثقت تجوالها بفيديو حين وصفها المحتجون ضد الحرب المستمرة على قطاع غزة بمجرمات حرب وبالصهيونية الصغيرة، وقالت عبر مقابلات تلفزيونية إنها تعرضت لانتقادات وعبارات حملت كراهية، حتى أن سيدة من بين المحتجين هددتها وأشهرت بوجهها سكيناً. كودفا وثقت أيضاً دخولها بين آلاف المحتشدين الرافعين أعلاماً فلسطينية بينما تحمل هي علماً إسرائيلياً في حركة استفزت المتظاهرين، ما دعا لتدخل أفراد من الشرطة الأمريكية لحمايتها. وبينما تتزايد موجة الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين في الجامعات والشوارع الأمريكية وتمتد إلى جامعات وشوارع أوروبا بهدف وقف تمويل مشاريع تسليح إسرائيلية، تستمر ملكة الجمال بنشر مقاطع أثناء خدمتها العسكرية في غزة، ما أثار حفيظة العديد من رواد المواقع الذين وجهوا لها رسائل بضرورة التوقف عن قتل السكان والأطفال في قطاع غزة.